أنا أعتقد الفترة القادمة ستشهد عملية ضغط، لأن حصل تحول بالموقف الأوروبي. تعرف حضرتك دعم إيران بالطائرات المسيرة اللي يعني أحدث الفارق بعمليات شرق الأوكراني على المستوى الروسي، ولذلك هذا الأمر يعني اختلال بموازين الأمن القومي الأوروبي. هذا الأمر يعتبر شبه يعني اعتداء على الأمن القومي الأوروبي. فهذا طبعا إيران كانت تراهن سابقا على الموقف الأوروبي بالضغط على يعني خلق موازنة بموضوع العودة إلى الاتفاق النووي، يعني لكي يعني خصوصا بعد انسحاب ترامب عام 2018. الآن قواعد اللعبة تغيرت، والأمريكان أيضا يعني طبعا التقرير الذي نشرته الصحيفة هو تقرير استخباري إسرائيلي، يعني إسرائيل أيضا بعثت الكثير من التقارير إلى الإدارات الأوروبية. يعني إسرائيل تحاول استثمار هذا الموضوع لكسر قضية العودة إلى الاتفاق النووي، وأمريكا أيضا تريد استغلال هذا الموضوع لخلق حالة اصطفاف معها في الضغط على إيران. وإيران تستثمر هذا الموضوع لأنها تعتقد أنه هي ممكن أن تتعرض إلى ضربة، يعني الاستمرار بعملية المواجهة إن صح التعبير، المواجهة الدبلوماسية، عدم الاكتراث بقرارات وكالة الطاقة الدولية بخصوص المفاعل السرية. هذا الأمر لم يحل حتى هذه اللحظة، وكان عاملا معقدا للجولة الأخيرة من المفاوضات النووية. كل هذه التفاصيل الحقيقة تجعل إيران تعتقد أنها في حالة مواجهة. موضوع الصواريخ فاتح صحيح هي لم تكسر القرار مجلس الأمن 2231 لسنة 2015، ولكنه يعتبر أيضا محاولة لكسر هذا القرار. إذا ما ذهبت إيران بإعطاء روسيا صواريخ ذو الفقار على سبيل المثال. أنا أعتقد أن العلاقة الروسية الإيرانية في هذا التوقيت، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الروسي والالتقاء بباقري رئيس أركان الجيش القوات الإيرانية، هي وصلت إلى مستوى الشراكة الدفاعية أستاذ أحمد. هي أكثر من عملية تحالف دبلوماسي. أنا أعتقد إيران أصبحت في هذه اللحظة جزء من الحرب الروسية الأوكرانية أو جزء من الجمهوريات السوفيتية السابقة، وهذا الأمر الذي يعني يعقد المشهد في الداخل الإيراني ضد المحافظين، ويجعل الإصلاحيين يستثمرونه لكي تتوسع حالة الاحتجاج وتصبح ضاغط سياسي. ولذلك يعني حتى أربط لك الموضوع بالداخل الإيراني أستاذ أحمد، هناك عملية إعادة هيكلة لوجوه وأحزاب إصلاحية في الداخل الإيراني لمحاولة إعادة الثنائيات، يعني الموازنة الداخلية. ولكن بشكل عام أنا تقديري الشخصي لاستراتيجيات المحافظين هي استراتيجيات روسية صينية بامتياز. نعم.